الو، السلام عليكم. الزول في اللون ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. فوالا حبيباتي، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله انتم تانيت نكون توحشتكم. ونشكر بزاف الناس اللي جاوني لي بريفي وسقسوا عليا، نقول لهم ميرسي بوكو بوكو. الغالب كنت صافي على بالكم باللي كنت سافرت للجزائر، من تم عاود حطيت لكم فيديوهات، وكانوا عندي يعني دي فيديو كان درت يعني، وحبيت هكا نتقاسم معكم واحد لي فيديو هكا اللي رحت البلايس، ولا قلت لكم اي حاجه نحب نتقاسمها معكم، ولا لي برودوي اللي استعملتهم كنت حابه نقسمها معكم. الله غالب ان شاء الله راح نحطه لكم في القناه. كانوا عندي ظروف مع الدراري مردولي، الله غالب ما قعدتش ترونكيل في الجزائر، على بها ما حطت لكمش الفيديوهات، بصح باذن الله راح نعاود للقناه. لازم نتوما تاني تشجعوني وباش نزيد نحط لكم فيديوهات اخرين هكذا، اللي رحت بلاصه فيها سولد ولا اي حاجه استعملتها ولا، راح نحطها لكم هنا في القناة. المهم كما راكم تشوفوا، انا هاد الخطرة كي جيت يعني من الجزائر خرجت نحوس، يعني اللي ما حوستش بزاف في الجزائر راني هنايا نحوسها هنا في كندا. كما العادة راني رحت لهاد البلاصة وين رحت ديت الدراري، مليحة تروحوا تديو الدراري شغل كيما اكتيفيتي، مام الدراري يحبوا يطلعوا فوق السلوم ينحيوا الفاكهة، ولا ديتهم باش نحوا لانجاز، ديتهم باش نحو لانجاس. وانا نحب بزاف نروح لهاد البلاصه، كنت حطيتها لكم ديجا في كنت حطيتها لكم ديجا كي نحيت منها، يعني نحيت تما التفاح لي فرومبواز، يعني كنت رحت لها على بالكم عند من عند الصعب. تقدروا غير تحطوا في جوجل صعب راح يخرج لكم، ولا نحط لكم في المنتدى راح نحط لكم لادغاس ديالو، سينو حطوا برك صعب راح اسمه صعب راح يخرج لكم يعني لادغاس ديالو. المهم حبيباتي كما راكم تشوفوا عنده هنايا، راح نقول لكم يعني واش عنده هكذا. عنده هكذا بلاصه وين كاين لي زانيمو هكا، ماشي حاجه كبيره كبيره هكا، شويه شويه ديجان هكا. المهم كي تروح لتما تقرع جوني صورت لكم واش كاين تما، ماشي حاجه كبيره، عنده هكذا فيرما صغيره برك ماشي حاجه. المهم يعجبهم بزاف الدراري. وكاين تاني البارك كيما راكو تشوفوا، كاين بارك وكاين هاد كاين هاد التراكتور هكذا يديكم يعاود يرجعكم، باسكو البلاصه وين تنحيو لي بوم ولا وين تنحيو هكا، يعني وقت اللي رحتو تنحيو الفاكهه كل خطره واش كاين بعيده شويه راح يديكم حتى لتما يعاودوا يرجعوكم. المهم انا هاد البلاصه والله كي نروح لتما يعني سي فريمون تعجبني بزاف بزاف، مالغري رحت يعني بلايص واحد اخرين، مي هادي اللي عجبتني، نحب كي نروح ونروح نقعد بزاف، ماشي يعني نروح زعما واحد سويعه هكذا ونجي، نروح ندي معايا الماكله. كما هذاك النهار ما ديسيديتش نروح، ومن بعد قلت هيا والله غير نروح. كانوا عندي هكا تقدروا تديو باربيكيو، اللي حبت تدي باربيكيو دير عندك الدروة ديري باربيكيو. من هذاك النهار ديت غير هكذا كسرة وشوية بخوماج حاجة تاع الجزائر برك هكذا حاجة خفيفة، تحبوا تديو لي بيسكوي خاصكم تديو هادو، باسكو يجيو الدراري مع يلعبوا في البارك وينحيو هكا في الفاكهة، ومن بعد ابخي يجوعوا. وكاين تاني بلاصه وين يبيع البيض، يبيع العسل، يبيع عنده هكذا وين بلاصه وين يبيع العسل الصابون، يبيع كلش. هذه هي حبيباتي كنت ديجا حطيت لكم عليه، وسقسوني البنات قال لك اسكو كاين بلاصه وين نحيو لي بوم، وين نحيو يعني الفاكهه بلاصه مليحه. انا نقول لكم سي فريمون ولا تروحوا لهاد البلاصه، انا فريمون عجبتني بزاف وانتم ما على باليش. المهم اللي رحت لها ولا راح تحط لنا هنا في لي كومونتير واش رايه، انا مانيش نحط له مانيش ندير له بيبليسيتي ولا خلصني ولا ما درتلوش بيبليسيتي، انا تالمو نحبكم نتوما، نحب نوريكم لي بلاص اللي نروح ليهم. المهم حبيباتي والله توحشتكم بزاف بزاف، اني اني نزيد نحط لكم فيديوهات واحد اخرين. انتم ما تنساوش لي كومونتير زوينين كيما انتم، ما تنساوش اللايك
وشجعونا هكا شويه باش نزيد نجيب لكم فيديوهات واحد اخرين ولا بلايص وين راح كاين لي سولد، ولا راح نزيد نحط لكم يعني اي حاجه نستفد بها انا ان شاء الله تستفادوا بها. نزيد تاني راني شريت هكا حاجات نستعملهم في الوجه يعني في وجهي، يعني ما تروحوش قعدوا معايا انا نزيد نحط لكم فيديوهات واحد اخرين لي برودوي ولا نزيد نحطه لكم. المهم حبيباتي انا نخليكم باش تكملوا لا فيديو باش مره اخرى نزيد نجيب لكم فيديو واحد اخرين. باي حبيباتي.